ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على ماذا يفكر اصحاب برج الحوت خلال شهر اغسطس لعام 2021. ماذا تشعر يا اصحاب برج الحوت خلال هذا الشهر؟ بالنسبه لك في حاجات كتير جدا، الموضوع ده من احب المواضيع اللي على قلبي بعملها جدا. مبدئيا خلونا ندخل في الموضوع على طول. انت من اكتر الحاجات اللي انت بتفكر فيها ان انت متضايق كتير من شخص ما، بتشعر كده بنوع من انواع الغصه اللي بتحس ان انت في حد خد منك حاجه، حد جه ظلمك، حد جه عليك، في حد ان هو قصد ان هو يوجعك بانه ياخد مثلا شيء كان في ايدك او وضع مهني او حاجه ليها علاقه بممتلكات، في حاجه ليها علاقه بان حد زي حجر عليك في موضوع معين، في حد ان هو وقعك في مشكله، انت حاسس بده جدا وده شيء مضايقك كتير، وانت بتحاول ان انا اصلح وجهه نظري، بتحاول ان انت تسترد حاجه اتاخدت منك، بتحاول ان وبتسعى في ده كتير، بتسعى اكتر ليه ان انت يعني تجيب حقك ده، تجيب الشخص ده، تجيب مش عارف ايه، تنتقم من الشخص ده. فكل ده موجود في بالك جدا جدا يا اصحاب برج الحوت، ومن اهم الحاجات اللي انت بتشعر بيها خلال شهر اغسطس وبدايته، يعني بدايه شهر اغسطس انت عندك ده جدا. طيب برج الحوت برضو من ضمن الحاجات اللي انت بتفكر فيها كتير، انت عندك في حب، بس مش الحب اللي انت بتتمناه، لا في حب انت ممكن يكون الشخص ده هو اللي بيحبك، او عشان بس حياه وصوره قدام الناس، لكن انت في حب انت نفسك تعيشه، في حياه انت نفسك تعيشها، في شخص انت نفسك تكمل معاه، انت نفسك تكون مع الشخص ده بنفسه او هو ذاته، بس انت يمكن في بعض الظروف اللي مش مسانده او مش مساعده. انت يمكن يكون بالنسبة لك ظروف، اهل، في مشكلة معينة، بس انت نفسك قوي تعيش مع الشخص اللي انت عايز تعيش معاه، مع الشخص اللي انا بحبه، مع الشخص اللي انا بحس معاه بشعور بيشدني ناحيته، بتفكر كتير في الشخص ده، وقد ايه كمان بتعيش عالم من التخاطر، بترسل له رسائل كتير من خلال التخاطر، بتفكر فيه كتير، بتحلم بيه كتير، الشخص ده شاغل بالك بدرجة قوية جدا جدا، يكاد يكون الشخص ده من الماضي، يكاد يكون الشخص ده حد انت عاجبك في الفترة الحالية، فانت عندك ده جدا يا برج الحوت. برج الحوت برضو من الحاجات المهمة كتير اللي انت بتفكر فيها وبتسعى اليها وبتشعر بيها، انت بتشعر ان النجاح قريب، رغم ان انت في حاجات بتتاخد منك وحد بيحطك تحت ضغط وضغط نفسي وي بس انت حاسس ان في خير جاي، بس يمكن يكون مفيش، يعني حاسس ان في خير، او سواء فين انت، فين يا عم الخير والنجاح انت، فانت حاسس ان هو موجود بس مش شايفه، فاهمني؟ فانت عندك ده جدا، بس انت متفائل خير، بس عندك محاولات بقى وسعي اكتر للنجاح، عندك اصرار، عندك عزيمه، بتفكر كتير في ان انا انجح، طب الخطوه الجايه اعمل ايه، طب الخطوه دي تدي للخطوه دي، طب الدنيا ماشيه ازاي، عندك ده جدا، عندك ده جدا جدا، فدي من ضمن الحاجات الموجوده، فدي نقطه قويه. انت برضو بالنسبه لك ان انت يعني دايما بتشعر بحاجه بتكون جايه، بتشعر بحاجه موجوده بس انت مش شايفها قدامك، مش شايف في بوادر للخير، بتشوف ان انت حاسس بالنجاح، طب هو فين النجاح، طب فين الخطوات، طب فين اللي بيؤدي الى كده، فعندك حاجات كتير انت بتنتظرها بس ما بتلاقيهاش. زي برضو ما انت عندك نوع من انواع الكسل شويه، يعني عندك بعض التكاسل شويه، دايما بيبقى عندك احساس ان انا عايز اقاوم، عايز اقوم، عايز اتحرك، عايز اوصل، عايز احقق، عايز انجز، عايز اخاطر، عايز، بس انا مش قادر. فعندك ده دايما، عندك احساس بان حاجه بتكسلك، عندك احساس ان انت ممكن محسود. ثلاث ارباع اصحاب برج الحوت انت عندك احساسك دايما انا محسود، انا مسحور، انا مش عارف ايه، انت عندك على فكره جزئيه من الحسد ومن السحر، بس مش كل حاجه انت فيها محسود وفيها ساحر، لا انت في عندك كسل، ما تدخلش ده في ده، الكسل ده نابع منك انت، الطاقه السلبيه نابعه منك انت، انت المسبب فيها. الطاقه السلبيه احنا بنجيبها على فكره لنفسنا، عارف، بنجيبها لنفسنا بالعصبيه، بالمشاكل، او كتر المشاكل في البيت بتجيب لك طاقه سلبيه في البيت على فكره، كتر الزعيق والصوت العالي، كتر الصخب والاغاني والصخب والحاجات دي كلها بتعمل كده على فكره. يعني الصوت العالي والعصبيه وده بيعمل ده كتير، فانت بتجلب لنفسك طاقه سلبيه. محسود، عندك سحر، بس نسبته مش النسبه القويه قد ما انت بتجلب لنفسك الطاقه السلبيه، فلازم تكون حذر جدا. برج الحوت انت بالنسبه لك ان انت عندك مشاكل مع الاهل، وبتفكر كتير في المشاكل دي، وبتفكر كتير اشمعنى انا، اشمعنى انا اللي حصلت معايا المشاكل دي، اشمعنى مش عارف ايه، عندك احساس اللي هو في اختلاف في التعامل،
فيها من حاجه من الاثنين، يا اما انت عندك احساس ان الاهل بيعاملوك معامله غير ما بيعاملوها مثلا للاخ او الاخت او باقي العيله بتاعتك، الا ان انت كمان يا برج الحوت في حد بيحس ان انت بتفرق ما بين التعامل ما بين الاهل ما بين مش عارفه مين ما بين الاولاد ما بين، فانت يا حاسس انت بالتفرقه يا اما انت بتحسس اللي حواليك بالتفرقه، وانت بتفكر كتير قوي على الاحساس اللي انت حاسه او الاحساس اللي انت مسببه، لان في حد هيواجهك بيه ان انت بتفرق ان انت مش عادل، فهتبقى بتفكر في ده جدا. برضو عندك في ان انت بتحاول تعمل تصالح مع العائلة، وبتفكر كتير ازاي ان انا اتصالح بس ما اجيش على كرامتي، ازاي ان انا اتصالح بس ما اعملش مشكلة ليا، ما اقلش بنفسي، فعندك ده جدا جدا يا برج الحوت. برج الحوت برضو انت عايز ان انت فكر كتير قوي في النقطة دي، يعني عايزين نبقى شكلنا كده وعايز تظبط شكلك كده. كتير من اصحاب برج الحوت عايز يظبط شكله، يخس يتخن، عندي مثلا مش عارف ايه، انا لا عايز احط كريم معين او ايه اللي ممكن، فعندك اللي هو لا انا عايز اظبط شكلي، عايز اظبط مش عارف ايه، عايز اخس، عايز اتخن، عايز عندك اهتمام بالشكل، اهتمام بالستايل، اهتمام بان انا ايه المنظر اللي اكون فيه افضل، ايه اللي مش عارفه يخليني اشك، ايه اللي عايز تلعب في النفسيه من حيث الشكل، الشكل بس لا، كمان انت بتلعب كتير على منطقه الديكورات، على بيتك، على الالوان، على ده جدا، انت بتغير كتير في ده. فعندك لا انا شايفه ان برج الحوت انت فعلا بتفكر فيه انك ازاي تتطور وازاي تبقى افضل وازاي تبقى احسن، رغم ان انت عندك عادات كتيره، الى ان انت شكلك كمان لما بتهتم بيه الشكل والستايل بيخليك ان انت تفكر صح، تخليك ان انت تعرف تظبط وجهه نظر الاخرين صح، بيخليك ان انت تخلي اعدائك اقل مش كتير، فعندك انت اصلا عايز تعمل كده، عايز تقلل اعدائك. اصلا انت عندك في مكيده بتتعمل لك، وانت احساسك ان في مكيده بتتعمل لك، انت اصلا شخص روحاني، فانت حاسس ان في مكيده، في حد بيخطط لك لاذيه، في حد بيخطط لك انه يوجعك، في حد بيخطط لك ليه ان هو زي كانه يختال حاجه منك، فخلي بالك كتير انت عندك الاحساس ده مسيطر عليك جدا، انت عليك ان انت تبعد عن الفكره قوي، بس تحصن نفسك وتحصن حياتك وتبعد عن شرور الاخرين، وما تزودش كيد الاخرين، وما تزودش العداء، وما تتعاملش مع اعدائك. حاول على قد ما تقدر يا برج الحوت. انا لو اقول لك على نصيحه صغيره، انت بالنسبه لك في شخص انت ممكن يكون انت مضايقه، ممكن يكون الحبيب، ممكن يكون حد من الاهل، ايا كان حد من المقربين، انت الحد ده ممكن تكون انت اذيته فممكن هيأذيك، فخلي بالك كتير ان انت الاذيه طالعه من مين الاول، فلو انت جيت على حد حاول تصلح، ما تقولش كرامتك، ما تقولش مش عارفه ايه، غلطت قول انا اسف، ده هيكون افضل كتير ما انت تدخل في عداءات والعداء بيكبر ويدخل في مكايد كبيره. برضو بالنسبه لك بقى انت عندك في احساس ان انت موجوع من حد، مش من حد، انت موجوع بسبب المقربين، بسبب اولاد او الزوج او الزوجه او احد الاباء، يعني الاب والام موجوع، يا منهم يا عشانهم، ما احنا قلنا منهم ان انت في تفرقه، في ان هم جم عليك بسبب حاجه معينه خلوك تتنازل عن حاجه غصب عنك الكلام ده، لكن انت متضايق برضو عشان هم في تعب صحي لاحد المقربين ليك، في عندك مشكله هم بيمروا بيها في ده، فبيخليك ان انت متضايق، فانت متضايق يا منهم، هو متضايق منهم دي موجوده، او انت مسبب مشكله منهم او تجاهك دي موجوده، لكن انت اكتر برضو في عندك جزئيه كبيره من اصحاب برج الحوت اللي متضايق عشان حد من المقربين ليه بيعاني من مشكله صحيه او مشكله قانونيه، وده مخليك ان انت كتير متاثر، وقد ايه انت قلقان، قد ايه انت مذبذب، فعندك ده جدا جدا يا برج الحوت. برج الحوت برضو انت نفسك تعلم على حد على فكره، يعني انت مش نفسك ان انت لا انت عايز يعني مش انتصر على الاعداء بس، لا انا عايز ان انا اعلم عليهم، يعني انتصر عليهم وابقى افضل منهم واحسن منهم، وفي الاخر هم اللي يحتاجوني مش انا اللي احتاجهم، انت عايز تعمل ده جدا، بس للاسف شهر اغسطس مش هتعرف. انا صريحه مع كل الابراج على فكره، زي ما بقول لك عندك حاجه حلوه قوي وقلت لك اخبار ساره موجوده، الا ان انت عندك لما تدخل انت في مواجهه وتدخل انت في اصرار وانت بتسابق وانت متراجع اساسا، فده هيوقعك، ما تحطش في بالك انك تسابق حد قد ما تسابق نفسك انت، ده اللي هينجحك كتير وده اللي هيخليك، يعني حاول تتصالح مع نفسك يا اصحاب برج الحوت. وزي ما قلت لكم انا زي ما بقول الحاجه الايجابيه بقول الحاجه السلبيه، بقول الحاجه عشان انت تكون واخد حذرك فيها من الاخر، عشان اعرفك انت بتفكر
بتفكر في ايه وبتشعر في ايه، بس في نفس الوقت اقول لك برضو تحذير على الحاجة اللي انت بتفكر فيها. يعني مش بقول لك ده واسيبك لنفسك، لا، انا من واجب عليك اقول لك ده، لان انا بشوف القراية بشكل كامل، فعليا ان انا اوجهها لك توجيه صحيح. فدي نقطة برضو انت بتفكر فيها كتير، انت عايز تعلم على حد، بس انا وريتك الافضل ليك ايه. عامة يا برج الحوت الكلام، قولوا لي الكلام ده بيتفق معاكم قد ايه. انت بتفكر في حاجات كتير، بتفكر كتير انك تكسب ماديا، بتفكر كتير ان انت عايز تكمل مع شريكك اللي انت بتحبه، بتفكر كتير ان انت تبقى مدير لنفسك، يعني عايز تعمل شغل خاص لنفسك، فكر كتير ان انت تموت كيد الاخرين، فكر في حاجات كتير، بس حاول تحسبها صح واسمع النصايح اللي انا قلتها لك كده في خلال الفيديو وانت تفهم الدنيا. اشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.